المغربي يوسف الجبلي المنتقل من الفيصلي إلى الباطن هو أفضل صانع أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، مناصفة مع لاعب الهلال عبد الله الحمدان محترف موهوب التقى عايد السعدي في حفر الباطن وسأله عن حظوظ البقاء وعن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا. توصل يوسف الجبلي، يوسف يمر، يوسف يتقدم، يوسف يصوب كرة ملعوبة يا جول نجم المباراة يوسف الجبلي، أي مرور وأي تصويب، التصويبة من خارج الثمنتعش، الكرة تتصوب لفريق الباطن يسجل الثالث. هاو هاو. تابعونا تابعونا في الصدل، في صدل الملاعب، صدل الملاعب تابعونا في صدل الملاعب، ملاعب صدل ملاعب تابعونا في صدل الملاعب. كابتن يوسف الجبلي، بداية أهلا وسهلا فيك عبر صدى الملاعب. شكرا شكرا. بداية كابتن، خلينا نتحدث معك عن الظروف اللي مر فيها نادي الباطن، يعني منذ الصعود وحتى هذه اللحظة، مرورا بأزمة كورونا اللي مر فيها نادي الباطن، تحدث لي عن هالأزمة اللي صارت. It was difficult time for us. كان وقتا صعبا بالنسبة لنا، عدنا من مباراة أبها وشعرنا بالمرض فأجرينا الفحص اللازم لنكتشف 23 حالة إيجابية تقريبا، لكننا نثق بزملائنا فنحن فريق قوي بالأساسيين وبالإحتياطيين الذين شرفونا عندما تابعناهم من منازلنا، لقد قاتلوا واتحدوا وأهدونا للفوز، نحن فخورون بهم جميعا. Players and they showed us. بالنسبة للدوري السعودي، كيف شايف المنافسة فيه؟ The league is very strong. المنافسة في الدوري السعودي قوية جدا، فهو يعج باللاعبين المميزين من الخارج ومن السعودية، ونظرة بسيطة على الترتيب ستعكس التنافس المحتد بين الكبار على الصدارة وبين الأندية الأقل إمكانيات من أجل البقاء. من الصعب جدا البقاء، ولكن سنخوض 7 نهائيات وسنقدم أفضل ما عندنا لنتفادى الهبوط. To stay in the league, but الحمد لله we have 7 finals and we do our best إن شاء الله to stay in the Super League. ماذا عن نادي الباطن؟ هل تشعرون بالخطر بالنسبة للهبوط؟ كيف تشوفون حظوظكم؟ Yes, we are confident that we. نعم نحن واثقون جدا في قدرتنا على البقاء، ففي الدوري هناك مفاجآت كبيرة، فأبها مثلا هزم الهلال في الرياض وبإمكاننا حصد نقاط مثله. نعم تنتظرنا 4 مباريات مع النصر والشباب والاتحاد والهلال، وكل نقطة نخرج بها ستفيدنا في مهمتنا الصعبة، ولكن مهمتنا ليست مستحيلة. We can win and we're gonna fight hard for this 3 points. مع بداية هذا الموسم انتقلت نادي الباطن لمدة موسمين، بعد موسم كان جيد مع نادي الفيصلي، إيش القصة اللي صارت؟ Yes, I played الحمد لله had a great year in الفيصلي. نعم قدمت مستوى مميزا مع الفيصلي والكل كان رائعا، لكن في نهاية الموسم تحدث معي رئيس النادي وعلمني بأن المدرب شاموسكا غير من خططه ويرغب في الاستغناء عن الرقم 10. تقبلت القرار وجاءني عرض الباطن فاستخرت ووافقت وأنا سعيد جدا بقراري. حدثني عن تجربة نادي الفيصلي وكذلك الباطن، هل ترى أنها ناجحة؟ It's different because تجربتي مع الفيصلي مختلفة، فقد أكملنا رابعين وقدمنا موسما مميزا، أما الباطن فهو وافد جديد، ولكن عموما لا توجد فوارق كبيرة، والدليل أن الفيصلي يتقدم علينا في الترتيب بنقطتين فقط. هناك بعض الانتقادات على المستوى. My level, yes. I had a better season in Faisali. موسمي مع الفيصلي كان أفضل فنياً، وقد تأثرت مع الباطن بالكرت الأحمر فغبت عن 2 مباراة، وكذلك جائحة كورونا أثرت على مستوى الجميع. How I played this season, and in shallah these 7 games, in shallah I give more in this for this team. In shallah we as الباطن we will make you proud in this season of the 7 games, and. Thank you very much. الله على القراء وعلى قطف الكرة أمامي.